لم تمضي بضعة أيام على الانتقادات الروسية الحادة للقرار الأوروبي برفع حظر الأسلحة عن المعارضة السورية حتى أطل الأسد ليعلن عبر صحيفة لبنانية أن دمشق تسلمت من موسكو دفعة أولى من صواريخ S-300 المضادة للطائرات، وبقية الصفقة ستصل قريبا على حد قوله. خطوة وضعتها روسيا في إطار الحرص على إيجاد توازن إقليمي. صواريخ S-300 مجهزة برادارات قادرة على تتبع 100 هدف والاشتباك مع 12 هدفا في الوقت عينه، وبطارية الصواريخ يمكن تجهيزها للإطلاق في غضون 5 دقائق فقط. صواريخ S-300 يمكن أن تدمر أنواع الأهداف الجوية كافة، بما في ذلك الصواريخ المجنحة التي تحلق بمحاذاة سطح الأرض، وطائرات صغيرة الحجم دون طيار، وحتى رؤوس مدمرة للصواريخ السائرة بالمسار الباليستي بسرعة تصل إلى 5000 كم في الساعة. كما بإمكان صواريخ S-300 أن تصيب أقماراً صناعية محلقة في مسار منخفض. إسرائيل التي أكدت المؤسسة العسكرية فيها عدم وصول شحنة الصواريخ بعد، سبق وحذرت مراراً من مخاطر تزويد النظام السوري بهذا النوع من الصواريخ، باعتبار أن ذلك قد يؤدي إلى اندلاع حرب إقليمية. كريستيان بيساري، العربية.